وارو مسحبي يا رب، وارو مسحبي يا رب. اي هدف هدف هدف. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تتوقع وفاة 1000 شخص في زلزال المغرب. عاجل: مقتل 296 شخصا وإصابة 153 آخرين في زلزال المغرب حتى الآن. مشاهد مؤثرة. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس. مساكم بالخير. عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس، وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب، وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تتوقع وفاة 1000 شخص في زلزال المغرب. رفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية UCGS تقييمها للخسائر المرتبطة بالزلزال الذي وقع أمس الجمعة في المغرب من احتمالية إلى خسائر كبيرة. وذكرت الهيئة الأمريكية وفقا لقناة الحرة الأمريكية إن احتمال مقتل 1000 شخص جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب يظل قائما بنسبة 34%، وأشارت إلى أن سكان المنطقة معرضون للخطر بسبب نوعية المباني السائدة فيها، لافتة إلى أنه على الرغم من وجود بعض المباني المقاومة للهزات فإن هناك الكثير منها عرضة للخطر، لا سيما أنها مبنية على الطوب الطيني غير المسلح. عاجل: مقتل 296 شخصا وإصابة 153 آخرين في زلزال المغرب حتى الآن. مشاهد مؤثرة. أعلنت السلطات المغربية اليوم عن مقتل 296 شخصا وإصابة 153 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز جنوب شرق المغرب. وأعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت عن خادس تعازيها للمملكة الغربية الشقيقة، وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة المغربية حكومة وشعبا في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة الغربية الشقيق، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين. زلزال المغرب ودموع الحسرة، 10 صور جديدة توثق لحظات الرعب التي عاشها المغاربة. لحظات مرعبة عاشها المواطنين في المغرب بعد وقوع زلزال المغرب صباح اليوم السبت، والذي أسفر عن مئات القتلى والمصابين، وخلق حالة من الدمار المادي والمعنوي لدى المواطنين. مشاهد من زلزال المغرب. ووثقت عدسات الكاميرا حالة الدمار التي سببها زلزال المغرب المدمر، والذي أرعب المواطنين وخلق حالة من التعاطف مع مواطني المغرب الذين عاشوا أكثر اللحظات رعبا في العالم عندما وقع الزلزال ليأخذ منهم كل عزيز وغالي. توقعت الهيئة الأمريكية احتمالية حدوث أضرار كبيرة، ومن المحتمل أن تكون الكارثة واسعة النطاق، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص في المنطقة يقيمون في مباني مهددة بشدة خلال الاهتزازات الزلزالية. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلاً و329 مصاباً. أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدداً من الأقاليم والمدن في المغرب مساء أمس الجمعة إلى 632 قتيلاً و329 مصاباً. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن استعدادها لتقديم المساعدة للمتضررين جراء الزلزال، وكان زلزال بقوة 7.2 مساء أمس الجمعة نحو الساعة 11 مساء بالتوقيت المغربي المحلي، ضرب جنوب مراكش على عمق 18 كيلومتراً، حيث دفع الزلزال إلى نزول المواطنين إلى الشوارع. على الجانب الآخر، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالاً قوياً بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب، وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومتراً جنوب غربي مراكش وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.
كارثة المغرب، تعليق أمريكي على خطورة مركز زلزال مراكش. قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة السبت يقع بالقرب من بلدة إيغيل في ولاية الحوز على بعد حوالي 70 كيلومتراً 43.5 ميلا جنوب مراكش. وأضافت الهيئة إن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة عندما وقع الساعة 11:11 مساء بالتوقيت المحلي، 22:11 بتوقيت غرينتش، مع حزة استمرت عدة ثوان. ولفتت إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 18 كيلومترا 11 ميلا تحت سطح الأرض، في حين حددت وكالة الزلازل المغربية مركزه على عمق 8 كيلومترات 5 أميال. وتابعت: يعتقد أن زلزال لشبونة عام 1755 قد وقع داخل أو بالقرب من صدع تحويل جزر الأزور وجبل طارق الذي يحدد الحدود بين الصفائح الإفريقية والأوراسية قبالة الساحل الغربي للمغرب والبرتغال. وجاء في بيان للوزارة السبت إلى حدود الساعة 7 صباحا سجلت 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة. زلزال المغرب، مقاطع توثق لحظات الرعب لمئات القتلى وسقوط الأبنية. قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر ضربت المغرب في الساعات الأولى من صباح يوم السبت بإقليم الحوز وسط غرب، حسب ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل. وشعر سكان المملكة بالهزة الأرضية التي استمرت حوالي 2 دقيقة. ووثق نشطاء على إكس خروج المواطنين من منازلهم إلى الشوارع خوفا من ارتدادات للهزات الأولى. وقال المركز على منصة إكس: قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة. كارثة المغرب، تعليق أمريكي على خطورة مركز زلزال مراكش. قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة السبت يقع بالقرب من بلدة إيغيل في ولاية الحوز على بعد حوالي 70 كيلومترا. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب زلزال المغرب؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.